السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ غادي نصايب معكم البنات واحد شلاضة ديال الفكوس. ماشي الخيار، ماشي هذا الخيار تيكون بحال هكا عند الجلدة ملسة. الخيار هذا اللي تتكون عنده الجلدة بحال هكذا مشرطة، هذا هو الفكوس. لانش هاد القشره هادي تتكون رطبه، تكون فحال هكا. انا راه بديت معكم نحك، حتى نحكو في الحكاكه. وهذا اللي تتكون عنده جلده فحال هكا يا ملسه، هو الخيار. ولكن هاد الجلده هادي تتكون قاصحه، ما تي نحكوش. ندير دابا انا هذا، ما غنديش هذا، حتى هذا تيتحك، ولكن هذا تيتقشر ليه القشره. هذا تنحكوه بالقشره ديالو وتيجي في شلاضه زوين. تناخدو الحكاكه تنحكو عليه. هذه انا راه بديت نحكو في هذه الجهه اللي تكون رقيقه، نديرو هكا ونحكوه بالقشره ديالو. نحاولوا هذه القشره هذه ما نخليوهاش، ما عرفتش تبان لكم الكاميرا بين تنحك. تيجي المذاق ديالو زوين بزاف. الا كانت فيه زريعه حاولوا تحيدوا ليه الزريعه، ومن الاحسن تاخذوا داك الطري اللي تيكون طري. إذا كان فيه زريعة ضروري خصكم تحيدو ليه الزريعة، لأنه متجيش زوينة. لا حكيتوه ما تيجيش زوين بحال لي. الا طحنتوه زعما، الا طحنتوه ما تيجيش زوين بحال هكا. محكوك تيجي مزيان بحال مع السكر، ولكن الا كنتو بغيتو تطحنوه تيجي مع شي فاكهه وحده اخرى، تطحنو مع التفاح. دابا هذا هكايا تتحكو مع داك التفاح الخضر، انا ما عنديش موجود. الا كاين داك التفاح الخضر تطحنوه تيجي زوين. انا احتاجي انا دابا هاد الكميه هادي. ناخدو هدا ندير ليه هكا، وتناخد شوية ديال الزعتر، تيجي فيه الزعتر زوين، ضروري الزعتر. تناخدو هكا في الكف ديال يدينا، هدا هو الزعتر. نكونو محيدين ليه هاد العويدات، كاين فيه غير الوريقات بحال هاك، لكن كاين فيه شي عويدات ولا شي حاجة.
وكنحطهم هكا. تندير واحد الكميه ديال السكر، كل واحد وشحال بغى يدير السكر. ماشي، انا نكتفي بثلاثه د المعالق كبار. وتناخد العصير ديال الليمون، ناخد الليمون تنعصرو نخلطو. تيجي زوينة هاد الشلاضة. داك الزعتر سيعطيها واحد المذاق زوين. غير تنأكد على الزريعة، حاولوا ما ديروهاش هنايا، انا راه طاحوا لي شي حبات ديال الزريعة واخا نبيتو. ناخدو زليفات و تنهز تنقدموه في الزلايف، سناكلوه بالمعلقة. هاد الشلاضة ديال الفكوس تجي زوينة. نتمنى تجربوها وتعجبكم. شوفوا كيفاش تجي، تجي زوينه. فيها الزعتر، عرفتي يا البنات راها زوينة بزاف مع الليمون والزعتر والفكوس. انا تنصر ما ديروش الخيار، هذه تتكون بالفكوس لاناش نستغلو حتى داك القشور ديال الفكوس، تيديروا واحد المذاق زوين مع الزعتر. السلام عليكم، وتنتمنى تجربوا هاد الشلاضة هادي. حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي.